اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نتائج المراحل الثانوية العامة التعليم الفني والمهني الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022. وبهذه المناسبة رفع الوزير خالص الشكر وعظيم التقدير إلى جلالة ملك البلاد المعظم لدعم جلالته ومساندته للمسيرة التعليمية، كما تقدم بخالص الشكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه ورعايته لهذه المسيرة، مما مكن وزارة التربية والتعليم من تقديم كافة الخدمات التعليمية لجميع المراحل الدراسية وتنفيذ مشاريعها التطويرية التي تظهر نتائجها المشرفة باستمرار على مخرجات التعليم. وتوجه الوزير بالتهاني للأبناء الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا النجاح، مشيدا بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس والقيادات التربوية بالوزارة وكافة العاملين لاستدامة العملية التعليمية. وأضاف الوزير أن العام الدراسي الحالي شهد تكاتف جهود التحديث مع العمل المتواصل لتوفير التعليم في الظروف الصحية الاستثنائية. وفيما يتعلق بنتائج الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2021-2022، فقد أظهرت النتائج أن المستوى الثالث الثانوي أن نسبة النجاح قد بلغت 97.3%، أما على مستوى المرحلة الإعدادية العامة فقد بلغت نسبة النجاح العامة 98.3%. وبلغ عدد المتفوقين من الطلبة الذين حصلوا على تقدير 95% فأكثر للعام الدراسي الحالي 2977، منهم 823 متفوقا و2154 متفوقة. يشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه خالص معاني الشكر والتقدير بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي الوزارة وأولياء الأمور والطلبة على الدعم والاهتمام بالمسيرة التعليمية مما كان له أبلغ الأثر في نتائج الأبناء الطلبة وفي ختام العام الدراسي بنجاح. رغم الظروف الصحية الصعبة والحرجة التي شهدها العالم من جراء جائحة كورونا كوفيد-19، وقد كانت نتائج هذا العام تدعو إلى الاعتزاز بعد أن تضافرت الجهود وتكاتفت السواعد لتصنع ملحمة تعليمية أساسها حب الوطن وركيزتها التضحية والعمل المخلص لأبنائنا الطلبة. والوزارة مستمرة بعون الله في التحضير والإعداد للعام الدراسي القادم، والذي سوف يشهد تطويرا على صعيد المناهج الدراسية وبرامج التمهين، ويمتد أيضا إلى البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. فالخطة الإنشائية التي ستنفذ على مراحل ستشمل إنشاء 18 مدرسة جديدة و24 مبنى أكاديميا، إضافة إلى أعمال الصيانة التي ستغطي العديد من المدارس سنوياً.